كنت موديل، دي أول نقطة. يعني ايه موديل بقى؟ يعني أنا بلبس من براند من زمان، يعني أنا شغالة من زمان، من قبل أصلا ما أعرفه الحوار، يعني كل الكلام ده من قبل أصلا ما أعرفه، من قبل ما يدخل حياتي خالص. فإن انتوا بقى تيجوا تقولوا إن هو نظفني ومش نظفني، ده على فكرة أنا أهلي كانوا منظفيني، بغض النظر بقى عن مثلا إن انتوا بتتكلموا في مستوى عيشة ومش في مستوى العيشة والكلام ده. والله العظيم المفروض إن كل واحد فيكم يخش يشوف بيته وما يتكلمش اصلا في حوار ان مستوى المعيشه مثلا كان مش عارف ايه. لا مستوى المعيشه كان حلو بغض النظر عن الشقه والكلام ده كله، بس بابا المفروض ان الناس اللي من المنطقه هي اللي عارفه الحوار ده. بابا مش بيهتم بالمظاهر دي. لو تعرفوا بابا ما اشتراش هدوم من سنه كام بسبب ان هو بيحب ان هو يلبسنا احنا احسن لبس وياكلنا احلى اكل، مش هتطلعوا تقولوا الكلام ده. ولا واحده فيكم هتيجوا هتجرحني خصوصا في حوار الاهل. هل انا طلعت اتكلمت عن اهلك؟ قلت لك انت بيتك فيه واحد اتنين تلاته؟ ابدا ابدا. انما ان انتوا